مع قرب حسم معركة تحرير القاطع الجنوبي لقضاء الفلوجة من قبضة تنظيم داعش، ظهرت خروقات من بعض المسلحين الذين يستغلون راية الحشد الشعبي ضد المدنيين الهاربين من بطش التنظيم، ما دعا رئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الانتهاكات التي تعرض لها نازح الفلوجة. الآن هذا الحشد على أمام أنظار السيد رئيس الوزراء، وأمر السيد الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية بهذا الموضوع، وستعرض النتائج عليكم لاحقا. الأشخاص الغير منضبطين أو غير اللي هم تحت راية الحشد، هذول لا يمثلوا الحشد، يمثلون أنفسهم، بل الحشد منضبط، الحشد تحت قيادة ويمتثل لأوامر القائد العام للقوات المسلحة دكتور حيدر العبادي. وجهان وشيوخ العشائر دعوا القوات المتجحفلة إلى معالجة التدخلات الفردية التي تسيء إلى سمعة الانتصارات التي تحققت على أرض الفلوجة والأقضية المحيطة بها. كل واحد عنده عداء شخصي، عنده ثار بنفسه، يحس هذا الناس إلى ثار يمهم، فالناس أبرياء ما لها أي علاقة وأي ذنب. فهاي الأفراد الشخصية نتمنى من الحشد العشائري ومن الحشد الشعبي ومن القوات الأمنية معالجة هذه الأفراد لغرض أرجاع الناس النازحين إلى بيوتهم، والمناطق تحررت وإن شاء الله الأمور زينة، والفلوجة إن شاء الله بنحو التحرير. وبحسب مراقبين فإن على القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي احتواء هذه الأزمة باعتقال الجناة وتحويلهم إلى المحاكم العسكرية قبل تحول الفلوجة إلى ساحة لتسوية الخلافات الطائفية. إبراهيم المحمود، قناة المدى، بغداد.